شاء الله يا محمود. بس ترى انا هنا. ما شاء الله. ما شاء الله عليك. طبعا هذه المنطقة جنب تنظيم أبو فيصل. ما شاء الله تبارك الله. ترى راجع حاجة يا مدير، منطقة العروق من زمان ما طلعناها من غير جبل، ايش رايك؟ ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله يا ابو يزن، معليش والله ما صدتك في البداية. ما شاء الله يا تركي. ما شاء الله يا ابو فهد. أبو طالع بالدبل. بشويش. ايوه سلام عليك يا سلام. هذه المداورة فيها يا علوم. طيب نفصل الدبل هنا. تطلع بالدبل؟ يلا الله يوفقك. ما شاء الله يا تركي. الله يا ابو فهد طالع دبل خلفي بدون دبل. هذا محمود. ما شاء الله يا محمود. محمود مو اخذ راحته، مو قادر يلعب بدون دبل. راجح ما شاء الله على الرايق قاعد يطلع.
الله يا ساحر. محمود رجع طبعا لانه ساهر كان واقف هنا، انا اشرت له. ما شاء الله والله يا اسد، ما شاء الله تبارك الله عليك، الله يحفظك ويحميك. ما تركي الله يسامحك الحجار، يا تركي الله يسامحك الحجار. ما شاء الله عليك. ما شاء الله تبارك الله، الهواء قوي جدا جدا جدا. ما شاء الله تبارك الله، اليوم تركي فول لودد. يلا يلا انك ترزقنا، يلا انك ترزقنا، يلا انك ترزقنا. يا خسارة يا خسارة. يلا انك طلعت اسد يا محمود. احمد قفل الباب حق سيارتك. ما شاء الله والله الهواء جامد. يا الله العيال راحوا يسلموا على علي سديري. طبعا علي سديري قطع علينا تقريبا حول شهر، ما شاء الله عليه تزوج، واليوم اول يوم يجي بعد انقطاع. كيف تنشر السعادة للأطفال؟ هلا اطلع سيارته ويقطع. صح يا راجل، بطل ما شاء الله عليك. يلا انك ترزقنا. مو راضي يعلق. لا لسه ما شغل دبل. وهذا محمود يقولكم محمود. ابو احمد الله يبشر. ها واصيل مستعد انه يطير ولا انه يعلق. ويتقدم علي ويتقدم علي. ما شاء الله ما شاء الله، والله جاي متحمس.
طريق الراوي. والله علي نبضه منفض. والله نبضه منفض. يا الله. مرة معاك مرهم ما شاء الله. توصلنا هنا.